بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا من لا إله إلا هو، ندعوك مخلصين لك الدين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحي وعلى آله الذي توكل على الحي الذي لا يموت، فأحييت به الأكوان والأرواح والقلوب، فكان للأكوان كالعافية للأبدان. صلاة نستمد بها من الحي حياة أرواحنا من العلم والمعرفة، فنحيا بها حياة طيبة ومعيشة هنية. يا حي يا الله، وأن تورثنا من نبينا ببركة هذا الاسم حياة لكل أرض ننزل بها وكل إنسان يلوذ بنا. اللهم يا قيوم، يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد القيوم وعلى آله الذي قام بأعباء الرسالة أكمل قيام، وقام على شكرك أحق قيام، وقام بهداية خلقك خير قيام، فكان الناصح الأمين الرؤوف الرحيم. صلاة تورثنا بها قياما على ما وليتنا عليه من نفس ونساء وعيال، ولا نقصر في رعاية أو عناية أو هداية، فنكون قائمين بك متحققين بذاتك فانين في ذاتك يا حي يا قيوم. اللهم يا واجب وكل من دونه باقد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواجب وعلى آله الذي وجدته يتيما لا مثل له فآويته، ووجدته محبا لذاتك فهديته وهديت به وهديت إليه، ووجدته يحب أن يعول الخلق فأغنيته وجعلت مفاتح خزائن الأرض بيده. صلاة ترزقنا بها وجدا نستغني به عن طلبنا، وفقدا عن أنفسنا فلا نختار إلا ما تختار، يا من يخلق ما يشاء ويختار. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية ببدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وزواره بالدارين آمين. الحديث 58، حديث العمل في أيام التشريق، وهو الأفضل يبقى العمل في أول ذي الحجة بما فيها أيام التشريق، حتى يكمل يعني المعنى، لأن العنوان أنقص من معنى الحديث. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يقول ظاهر الحديث يدل على أنه ليس شيء من الأعمال أفضل من الأعمال في أيام التشريق، وهي الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر، والتقييد ده من الشيخ غير متفق عليه، لأن هي في العشر الأول اللي هي الليالي العشر، الأيام العشر الأول من ذي الحجة مع أيام التشريق مع يوم النحر، هي المقصود كده هذه الأيام اللي هي أيام الحج الأكبر اللي ربنا اختارها تبقى يعني زمن للحج، ولا بد أن تكون زمن الحج شريف لأن مكان الحج شريف، ويكون زمن أيضا شريف، وجعله زمن من الأشهر الحرم.
وجعله فيه أفضل يوم في العام كله، وهو يوم عرفة في أفضل بقاع الأرض. وعلشان كده يبقى تقييدها بأيام التشريق بس، ده تقييد تضييق واسع، لكن الأولى أن تكون من واحد ذو الحجة لحد 13 ذو الحجة عشان تشمل كل هذه الأيام. وهي والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول أن فيه دليلا على أن هذه الأيام وإن كانت أيام عيد فإنما هي للعبادة لا لله، وما يفعل الناس فيها اليوم من أنواع البطالات فممنوع بهذا الحديث. فإن احتج محتج بقولي عليه السلام لكل أمة عيد وهذا يوم عيدنا، فقد بين عليه السلام ما هو المباح فيها أيضا بقول عليه السلام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله، وقال عليه الصلاة والسلام أفضل ما يعمل فيها إراقة الدماء. ومن السنة في إراقة الدماء أن يأكل مما يتقرب به ويتصدق ويهدي، وقد شرع فيها أعلى العبادات وهي الذكر بقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وأكبر ذكر لله الصلاة، أكبر ذكر لله الصلاة، لأن فيها ذكر بالهيئة وبالتوجه، وفيها أنواع الذكر كله من قراءة القرآن ومن تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الذكر من القيام ومن الركوع ومن السجود ومن الحركة ومن السكون، فاجتمع فيها كل أنواع الذكر. فلا أعلى من الصلاة. إذا أردت أن تذكر الله وليس الوقت وقت كراهة للصلاة فقم صلي، تجعل قرآنك داخل صلاتك. لم يروى عن النبي أنه جلس في غير صلاة يقرأ القرآن والناس تسمع. كل قرآن النبي كان في صلاته يسمعه منه الناس يتلقونه أثناء الصلاة، وإن كان ورد أنه سمع خارج الصلاة بعض الصحابة يقرأه، لكن هو لم يقرأ خارج الصلاة إلا في خطبه باستدلالات بعض الآيات. أما التلاوة التي فيها الحفظ، الصحابة تلقوا القرآن حفظا من النبي داخل صلاته، والقرآن كنز لا يفتح إلا في الصلاة، وأعلى فتح له في صلاة الليل لأنه نزل بليل فيحب الليل. القرآن يحب الليل جدا، لو كان النهار أفضل كان نزل في النهار. ربنا بيقول إيه؟ أنزلناه في ليلة مباركة، نزل القرآن في الليل وقال له قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وزد عليه وعمل إيه؟ ورتل القرآن. فهم النبي قم إنه مش يقعد يقرأ القرآن قم يعني صلي، فقام طول الليل يصلي لقرآنه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بيقول إيه؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فين الأمر ده؟ الناس تصلي العشاء تنقرها في 5 دقايق ويروح نقر له ركعتين وركع وتر ويجري يعيس في الأرض فساد ويروح ينام ويدعي الفجر ويقول أنا بعمل تعمل إيه؟ وفين بقى؟ ومن الليل فاسجد له وسبحه، يعني تنفل فيه. التسبيحون بمعنى الصلاة النافلة اللي هي قيام الليل ليلا طويلا، مش على طول ركعتين في 5 دقايق ونام وتقول ده انا عبادي. النبي اقام الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم. فلما تسمع ذكر الله تفتكر على اعلى الذكر هي الصلاة. عايز تذكر في اعلى حال هو الصلاة، خش جوه الصلاة بقيت من اعلى الذاكرين. كويس؟ مش تجيب السبحة وتقعد تفقر وتسرح وتفكر في همومك والسبحة شغالة ولسان قاعد براباند والقلب غافل وتقول أنا بذكر. لا، الصلاة حاجة تانية.
وعشان كده الرسول بيقول ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ونفقت المال في الضحايا لقوله صلى الله عليه وسلم تنافسوا في أثمانها فإنها مطاياكم إلى الجنة. وإحنا بنتنافس في رخصها. نسأل بعض أيام الأضحية، جبت الأضحية بكام؟ أقول له جبت الكيلو مثلا بالعجل 27 جنيه، لا لا ده ضحك عليه ده أنا بجيبه ب 24. ونتنافس في رخصها. والنبي يقول تنافسوا في أثمانها عشان تجيب الجيد. يبقى المفروض انك انت تفكر في العبادات تجيب اجود حاجه. عارف انت لو بتجيب عجل هتاكله؟ اه روح بقى استرخص وهاته سنكوح كده. جلد على عقل. ما تفرقش معاك ما انت هتاكله. انما هتجيبه لله هات اجود حاجه بقى. فاهم؟ لازم العبادات كده. شوف النبي لما راح يحج عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ساق 60 جمل من المدينة معاه عشان يذبحهم هناك، واتفق مع سيدنا علي يجيب بقية المية من اليمن ويقابله في مكة، ويبقى النبي ذبح 100 جمل في حجته. كويس؟ ذبح بإيده 63 صلى الله عليه وسلم. وبعدين ركب ايه؟ ركب على الرحل بتاعه وحط حتة قماشة بالية رخيصة وقال لبيك اللهم بحق لا رياء فيه ولا سمعة صلى الله عليه وسلم. يبقى في استعماله الشخصي أمور الدنيا يسترخص، وفي أعمال الآخرة والبر يجيب 100 جمل. شوف النبي بقى عكسنا. أنت هتجيب جمل تاكله ولا عجل تاكله ولا خروف تاكله؟ تروح بقى يتقلب وتجيب أحلى حاجة حاجة كلها. هتجيب بقى واحد نذر كده، أصلك نذرت غلطت في يوم الأيام كده ونذرت لله، واخد بالك؟ تقوم تروح تسترخص وتدور على حاجه سنكوحه ويقول لك ده في راجل هناك بيبيع مش عارف جدي اجرب مش عارف كام، وتجيبه قبل ما يطلع في الروح بخمس دقائق عشان تتباعه وتقول انا اديت الناس. فما يصحش ما يصحش. الامور العباديه تختار اعلى حاجه، وفي امور الدنيا تجاوز عديها. حكايه سهله. الدنيا اصلها ايه؟ من الدنو في البسيط او بالدناءة الحقارة. يعني ايه اسمها يقرفك منها؟ لو بتفهم لغة يعني. والناس اللي منها جاهلة باللغة تلاقي يسمي بنته دنيا. يعني اسم دنيء. والرسول يقول حسنوا اسماء ابنائكم. قمت تولد له بنت يسميها دنيا. دي دنيا دي الاسم ده؟ يعني دنيئة؟ ده اسم. فاللي سمى بنته دنيا يروح يغيره. والله بكلمك جد لانه كده اساء اليها طول عمرها. لم تذكر الدنيا في القرآن إلا مذمومة. فما تسميش دنيا. ولا تسمي أخ كمان. لكن حسن الأسماء. لحسن يقول أنا هغير لها اسمها وخليها آخرة. خليها جنة. مثلا. خليها أي حاجة. حلوة كده. زينب، فاطمة، نفيسة، شوف نفيسة من النفاسة. دلوقتي يقعدوا يتريقوا ولاد نفيسة. ويتريقوا ويضحكوا لان فقدنا الحس اللغوي، المعنى اللغوي في الكلمه. لازم نرجع تاني نعيش معنى الكلام. انما الجهله يقول لك الكلمه ويضحك، وتطلع ان الكلمه جميله، لكن هو يقولها ويضحك لانه مش فاهمها. وايه؟ ويتلاوع وهو بينطقها كمان، ويتمايع وهو بينطقها. يقول لك يا ناصح. كانت مسرحية زمان شفتها وانا في ثانوي صغير. يقعد يتريق على واحد اسمه ناصح. وناصح ده اسم نبينا. ناصح امين. ومفيش احلى من النصيحة. اني لكم ناصح امين. نقعد انت تقول له طب يا ناصح اقعد. يعني تلقي يعني. فغيرنا اللغة. ما يصحش. قرآن عربي. لازم نحافظ على لغتنا. ومعاني لغتنا ونرجع تاني يبقى عندنا اعتزاز بمعنى لغتنا. ونقبح ما قبحه الله ونعظم ما عظمه الله ونمدح ما مدحه الله ونذم ما ذمه الله. تبقى ماشي كده منضبط. فعشان كده الرسول بيقول ايه؟ تنافسوا في اثمانها فانها مطاياكم الى الجنه.
وقد جعل فيه الصدقة من الأضحية والصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تطفئ غضب الرب، يعني الأضحية فيها إراقة الدم وفيها كمان الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب، ففيها عبادتين: عبادة إراقة الدم وعبادة الصدقة على الفقراء وعبادة نفقة المال في شراء الأضحية. كل دي عبادات مركبة ببعضها. والذي منع فيها من مجاهدة النفس هو الصوم لا غير، يعني أيام التشريق دي أيام العيد، يعني أنت بتجاهد نفسك بكل أنواع المجاهدة، من ذكر الله، من الصدقة، من إراقة الدماء، من النفقة، من الصلاة، من غيره، بس الصيام هو اللي ممنوع، يعني كأنه هو ده بس اللي ممنوع من العبادات. باقي العبادات مفتوح قدام، وبقي باقي العبادات مطلوب على الوجوب أو الندب، لأن الفرد لا يسقط في وقت من الأوقات مع القدرة عليه، لا في عيد ولا غيره. وجاء هذا الحديث يحض على طلب المندوبات وجعلها أعلى مما هي في غيرها تأكيدا لها. وهنا بحث، وهو: هل تفضيل الأعمال في هذه الأيام لعلة مفهومة أو تعبد ليس إلا؟ فنقول: بل العلة، وهي أنه قد تقرر من قواعد السنة المحمدية أن أوقات الغفلات العبادة فيها أفضل، كما جاء في الصلاة التي بين العشاءين، تملي بين المغرب وبين العشاء، الوقت ده الناس رجع من شغلها وتعبانة، واللي يروح بيته ياكل لقمة، حتى اللي بيصلي ويصلي المغرب بسرعة ويروح بيته غير يقومه ياكل لقمة، إذا كان صايم، إذا كان جاي من شغله يستحمى يعمل حاجة، تبدأ العشاء ينزل ينقرها ويرجع يريح ينام. فالوقت اللي بين المغرب والعشاء ده وقت غفلة، لأن معظم الناس تبقى بهذه الحالة. فجاء فضيلة اللي يصلي في هذا الوقت الغفلة ده، وعشان كده سنة لنا صلاة اسمها صلاة الأوابين أو صلاة التوابين، هي 6 ركعات بعد المغرب، وإن كان النبي أكد لنا 2 على سبيل السنة المؤكدة الراتبة، لكن في بعد كده مستحبات تعمل غير الرواتب لأهل الاجتهاد. كما جاء في الصلاة التي بين العشاءين وما فيها، لأنه وقت غفلة الناس، وكذلك قيام الليل ليه فضيلة، ليه؟ لأنه برضه وقت نوم، الناس نايمة وتعبانة وانت قايم بتصلي. فكل ما كانت العبادة والذكر في وقت غفلات الناس كلما كان ثوابه أرقى عند الله، لما فيه من الغفلة أيضا، لأن الناس إذاك في حال نوم وغفلة، وكذلك صلاة الضحى لما فيها أيضا من غفلة الناس بأسبابهم، لأن ده وقت بقى الناس كلها طلع شغلها، واللي كان سهران بالليل عايز ينام دلوقتي وكده، فدي برضه وقت غفلات، وهذا كثير. فلما كانت هذه الأيام أيام أكل وراحة للنفوس، فهي في الغالب يتسلط عليها النوم، لأن الأكل يساوي نوم يساوي غفلة، مش هي أيام أكل وشرب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أكل وشرب تأكل بالسنة، مش تأكل بالطريقة بتاعت الناس المنهومين. السنة الرسول كان لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع، ويأكل أكل المتعجل. هذه السنة في الأكل، يأكل أكل المتعجل، وإذا أكل لا يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا شرع في الأكل يقوم منه قبل أن يشبع، ويرضى بالموجود ولا يطلب المفقود صلى الله عليه وسلم. كل دي سنة في الأكل. ده انت بقى ايه، لازم الهوم ديليفر والبيت مليان أكل، تطلب مش عارف ايه، مطاعم ايه، والموتوسيكلات شغالة، كل ده راح بتخدم في فلان بيسد في بقه اللي مش عارف يسد، والواد يقع في الموتوسيكل يتزحلق ويتكسر رجله، كان جايب لك ساندوتش، طب ما كنت خدت اللي موجود ولا ما اتكسرش وخلصت. لكن للأسف تركنا سنن النبي واختزلناها في لحية وثوب أبيض وسواك وثوب قصير وعمة وخلاص، اختزلنا سنن النبي في الحياة بشوية حاجات مظاهر. سنن السلوك مختلفة تماما عن هذا، وهي دي روح الشرع بقى، سنن السلوك. وإن كان السنن الظاهرة لها قيمتها، نحن لا نسفه شيء متعلق بالنبي، كل ما تعلق بالنبي عظيم، لكن انك انت تختصرها في بعض المظاهر، هو ده العيب من المسلم اللي بيختصرها في بعض المظاهر،
ويترك لب السنة. وأما اليوم فقد زهد في القرى وجعلت للهو والمحرمات، اللي هي أيام العيد بقى يقول لك إيه، أنا حاجز لك تذكرة في المسرح الفلاني والنهارده هنسهر في الأوبرا وبكرة هنروح الكازينو الفلاني وتقابلني في النادي ونقعد مش عارف إيه وتقابلني عند المراجيح والحاجات اللي بتحصل دي كلها. ليه؟ الناس كده فرغتها كده. واحتجوا لما جاء أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعندها جوارب من بني النجار يضربن بالضف، فاضطجع صلى الله عليه وسلم على فراشه وحول ظهره إليهن، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه قد دخل فانتهرهن، وقال: أما زمير الشيطان في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إليه وقال له: دعهن فإنه يوم عيد. وهذا إن صح وهو صحيح، لأنه رواه البخاري، لا حجة فيه، لأن ذلك كان أول الإسلام ولم يحرم الخمر بعد. إذا كان الخمر حلال وكان الربا حلال والقمار كان حلال وكثير من الفرائض لم تفرض بعد. ثم جرى الأمر بخلافه، ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة: إنما بعثت بكسر الضف والمزمار. فخرج الصحابة رضوان الله عليهم يأخذونها من أيدي الولدان ويكسبونها، فما جاء من الأحاديث أول الإسلام في إباحة شيء تم ثم حرم بعده فلا حجة فيها لأنها منسوخة. وقد نص عليه السلام على أن لهو المؤمن لا يكون إلا في ثلاث. لهو المؤمن يعني اللعب بتاع المؤمن في ثلاث: في رمية عن قوسه، وتأديبه لفرسه، وملاعبته لأهله. فمن أين يكون له رابع؟ والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد قال مولانا جل جلاله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قالوا له الحديث الشعر والغناء، كل المفسرين قالوا الشعر والغناء. فله ممنوع شرعا في العيد وغيره إلا ما ذكرناه آنفا. وفضلت أيضا من نوع آخر، أعني أيام التشريق، يعني زادت، وهو أنها لما كانت أيام محنة للخليل عليه السلام، ثم من عليه أو من عليه بأن أبدلت له المحنة بمنة، وأي منة، فصارت بهاتين الصفتين أفضل الأيام. والمولى سبحانه إذا من على من من عليه من عباده بمنة لا يزيلها عنه، فأبقى عز وجل لهم ذلك الفضل، وزاد فيها بأن أبقى لهم النعمة، وهي ما شرع عز وجل من القربات، ورفع المحن عنه، وهي ما كان من ذبح الولدان. تصور أنت لولا الحكاية دي كان كل عيد تذبح ولد من ولاده. ترضى بقى المسألة ولو ولد من مرة في العمر يعني. شوف، لولا إن ربنا من علينا بهذا، بالفداء، بالذبح العظيم. فدي من رحمات ربنا بينا. وهنا بحث في قوله عليه الصلاة والسلام: ما العمل؟ الألف واللام ها هنا، هل هي للجنس فيكون فيها التساوي بين المفروضات والمندوبات على اختلافها، أو هي للعهد وهي أعمال مخصوصة؟ أما صيغة اللفظ فمحتملة لوجهين: العمل مطلقا يعني لجنس العمل الصالح، أو لعمل مخصوص. فيكون فضل الفرائض فيها أفضل من غيرها، كما قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح: من شهدها في جماعة فكأنما قام ليلة. وقال في العشاءين في العشاء: من شهدها في جماعة في العشاء. شوف، أنا عندي النسخة بتاعتي محرفة كالتوراة والإنجيل. وقال في العشاء: من شهدها في جماعة فكأنما قام نصف ليلة. مع ان العشاء فرض والصبح فرض، بل العشاء 4 ركعات يعني اكتر كمان في الشغل، لكن ربنا جعل صلاة الصبح ليها ركعتين، اللي يشهدها كأنه قام الليل، واللي يشهد العشاء كأنه قام نصف الليل. يبقى في تفاضل في الأزمان، مع ان دي فرض ودي فرض، لأن الصبح وقت غفلة ونوم وجنابة وكل حاجة، واخد بالك؟ لكن العشاء وقت صح والناس كلها صح، سهل ان يروح يصلي بس كده. انما الفجر يبقى بقى ايه، يحلى في النوم والكسل
واحيانا كمان يكون يعني اصابته جنابه بسبب الليل، وبعدين ايه يكسل انه يستحمى، يقول ما هم بقى اغتسل ونبقى يحلها حلال. وعلى شكل كل ما كانت في فلوريدا فيها مجاهده وقت غفله كل ما كان ثوابها اعلى، ولو كان عدد ركعاتها اقل. كويس. فترى هذه اديت في جماعه والاخرى كذلك، وبينهما قدر النصف في الاجر، وما ذاك الا لما فيها اعني في صلاه الصبح من كثره المشقه زائدا على العتمه، لان اكثر الناس في الصبح على حال جنابه ونوم وغفله اكثر مما في العتمه، فيكون اداء الفرض في هذه الايام مثل ذلك سواء لما فيها من كثره الغفله والجنابه والاكل والراحه. ايام العيد الناس عندهم لحمه واكل وشرب، فيبقى يساوي معناها غفله، يبقى العباده في وقت غفلات الناس تبقى ثوابها اعلى، يبقى برضه علشان كده يبقى الثواب اعلى في هذه الايام. فتكون بهذا النظر افضل من غيرها، وذلك مثل الجهاد، لان الجهاد فيه فرض وتطوع، كما هي الاعمال في هذه الايام فيها فرض وتطوع، واحتمل ان تكون للعهد، يعني عمل معهود معين، وهي اشاره الى الاحاديث التي ذكرنا اولا من انها ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى، والأعم أولى من أجل كثرة الزائدة عن كل أعمال الصلاة. فيكون ما أوردناه أولا من تلك الأحاديث المعنى فيها أن الذي يعمل في هذه الأيام بعد الفرائض أولى ما فيها ما ذكر عليه السلام من إراقة الدماء، يبقى أولى ما فيها من العبادات الخاصة بهذه الأيام بقى، متملي لما يبقى عندك زمن في عبادة مخصوصة متعلقة بهذا الزمن تبقى أفضل العبادات اللي هي المخصوصة بالزمن ده. نيجي في رمضان مثلا، ده مخصوص بالصيام، يبقى أفضل العبادات في صوم رمضان في رمضان، لأن ربنا خص هذا الزمن بالصيام. ما تجيش بقى في رمضان تقول آه ده حر بقى وكده، أنا بقى هفطر علشان أنا ما بستحملش الحر، وتقعد طول النهار تقرأ قرآن، وتقول أنا هقرأ قرآن طول النهار، ما هو قرأت قرآن حلو برضه، وأنا هقطع نفسي ولا إيه؟ لا، أفضل عبادة في كل وقت هو ما أرادها الله. يعني إذا أذن الظهر يبقى أفضل عبادة إيه؟ إن أنا أروح على الجامع أصلي الظهر. إيه دي أفضل عبادة؟ وقت الأذان. ما أجيش بقى وقت الأذان أقول أفضل عبادة أقعد أصلي على النبي، أو أقعد أراجع القرآن، أو أروح أزور قريب لي لأن صلة الأرحام حلوة جميلة، أو أعود مريض. لا، طب أصلي الظهر وأعمل بعد كده. يبقى أفضل عمل كل في العيد أفضل الأعمال الخاصة بهذا الزمان إيه؟ إراقة الدماء وشراء الأضاحي، يبقى لازم أهتم بهذا، لأن ده لو فات الزمن ده أنا مش هقدر أذبح أضحية، مش هعرف أذبح أضحية وتبقى أضحية إلا في خلال هذه الأيام، لو غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق ما أعرفش أجيب أضحية، أستنى للسنة اللي بعدها. إنما أي صلاة، أي قراءة قرآن، أي أوراد، أي صدقات ممكن أعملها في أي وقت. وعشان كده لما مثلا بنروح نعمل عمره ونقعد في مكه 3-4 ايام، في ناس مثلا يقول لك انا اقعد اقرا قران، طب ما انت بتقعد تقرا قران في بلدك، قران معاك في كل حته، لكن الكعبه معاك في مصر، لما بترجع مصر بتاخد معاك الكعبه بايدك بتسيبها هناك، يبقى افضل الاعمال هناك تكرر العمره بدل ما تقعد تقرا قران، اعمل عمره كل يوم، اعمل. احنا ايام ما كنا شباب كنا الصبح نعمل عمره وبالليل نعمل عمره، كل يوم على التنعيم رايحين شباب. ليه؟ لان عباده ما تعرفش تعملها في اي حته اللي في المكان ده، وانا هنا هقعد 3 ايام بس وماشي، اي عباده تانية بعملها بقى هناك في بلدي تفرقش بقى، قران اهو معايا في كل حته، الصدقات والفقراء الحمد لله ما فيش اكتر منهم، ممكن نصدرهم من الخارج، واخد بالك؟ والحمد لله يعني ما فيش عندنا اشكال، تجيب عجول تذبحها، تجيب جمال تذبحها، مصر كلها عجول ما شاء الله جميل، تقدر تجيب العجل في اي حته، ما اروحش انا بقى مكه وادور على اي سوق العجول فين، وادور والف واعمل واذبح العجل وما الاقيش حد اوزعه عليه. لا، اعمل بقى اكتر كتر العباده التي لا تستطيع ان تؤديها الا في هذا المكان، يبقى دي افضل عباده. فهمت بقى المساله؟ ادي طريقه العابد العالم اللي يعرف ازاي يستثمر عمره ويحول علمه الى عبادات عند الله لها فضل زائد. وبالتالي عبادة العالم هي اعلى من عبادة الجاهل. ليه؟ لانه بيعبد بعلم، عارف ايه اللي بيحبه ربنا في الوقت اللي ربنا بيحبه، يروح مديهوله.
تقوم ايه؟ ربنا يحبك علشان كده. وعلشان كده زالت هذه الايام بعباده الدماء، اراقه الدماء والذكر والصدقه، ولا تمنع باقي الاعمال. ومما لكن الصدقه ما بتمنعش فيها. ومما يقوي ما قلناه قوله عليه الصلاه والسلام: ما عمل ادمي افضل فجاء بها في باب الافضليه، وما جاء به في باب الافضليه جاز عمل غيره معه، وان لم يقدر عليه فلا يخلي نفسه من الخير الزائد على الفرائض. الوجه الثاني، وفيه دليل على فضيلة الجهاد، يؤخذ ذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد، كأن الصحابة فاهمين ان الجهاد ده مش أعلى منه، ولا الجهاد، فلولا ان ذلك الحكم قد تقرر منه صلى الله عليه وآله وسلم ما سألوه على هذا النوع. وقد جاء فيه عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: اعمال البر في الجهاد كبزقة في بحر، لما تقارنها يعني بسبب الجهاد. وهنا بحث، وهو لما نوع الجهاد وجعل ما هو محظور شرعا في غيره ارفع الاشياء في الجهاد. محظور شرعا انك انت تخاطر بنفسك، وربنا ولا تلقوا بايتكم للتهلكه، ده دي قواعد مستقره في الشرع. لكن في الجهاد لا، ارمي نفسك في الاعداء حتى لو كنت منفردا وتموت، تبقى دي من افضل الاعمال. يعني جعل ما هو محظور شرعا في غيره من افضل الاعمال فيه. شفت المسألة؟ فده يدلك على أن ربنا سبحانه وتعالى يحبك أنك أنت تجتهد في كل عمل أصله مشروع. فالجهاد أصله مشروع ومطلوب، مش كده؟ يبقى اجتهد فيه ولو رميت نفسك للتهلكة، طالما هو أصله مشروع. فهمت بقى المسألة؟ وهو قول: خرج فخاطر بنفسه وماله، وهذا ممنوع في غيره. ربنا الرسول يقول: إن الله كره لكم إضاعة المال، وقال: لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن أنا خاطر بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. الله ده جعل المنهي عنه في حال الجهاد مطلوب، ثم لم يجعله أفضل إلا بعد تحقيق الهلكة. أنا مكتوب عندي بعد ولا بعض؟ بعض، لا هي بعد، قال دال، صحح النسخ. ثم لم، انا عندي بعض برضه بس ما تمشيش. ثم لم يجعله افضل الا بعد تحقيق الهلكه بقوله: فلم يرجع بشيء. يعني تحققت هلكت، مات وماله ضاع، يبقى تحققت الهلكه. وقد قال جل جلاله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالجواب أن نقول: كل من زاد فيما أمر به من ذلك الشيء نفسه من نوع ما أمر به حصلت له زيادة المدحة، فإن كان من غير ذلك، يعني من غير المشروع النوع، زيادته لم يحصل له في ذلك النوع زيادة مدحة. مثال ذلك التوكل، هو من شرط الإيمان، وما جاءت المدحة إلا على الزيادة فيه بقول: حق توكله. وكذلك لما كان الإيثار من خصال الإيمان لم تأتي المدحة إلا على الزيادة فيه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا إذا تتبعته كثير. فلما كانت مشروعية القتال تفضي إلى قتل النفس، فزاد المخاطر فيما شرع له بارتجاب المخاطرة، حصلت له الفضيلة على غيره للمعنى الذي أشرنا إليه، لأن تلك الزيادة في كل موضع أمر فيه بشيء دل على الإخلاص والصدق، وهما أرفع الأعمال، وطلب مرضاة الرب بتوفيق ما أمر، والزيادة على ذلك زيادة في استدعاء الرضا، كما قال سيدنا موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. ولهذا إذا مدح الفارس قيل فيه فارس أحمق، وهو من أعلى مدح، من أعلى مدحه، لأن الأحمق هو الذي يغرر بنفسه، وبذلك تظهر فروسيته. الوجه الثالث والأخير، وفيه دليل صوفي، لأنهم يقولون: لا تبلغ الأحوال النفيسة إلا بإذهاب النفس النفيسة، والمخاطرة في المجاهدات بها تبلغ الغاية. فإذا كان طالب الدنيا الدنية يقول: أحاول ملكا أو أموت فأغادر، وملكها على أن يحصل ذاهب لا محالة، وقد يعقب في الآخرة في الأغلب تعبا دائما، فما بالك بمن يطلب ملكا أبديا في حضرة قدسية في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وقال: دعوني يا عذالي في هواه خلعت عذاري،
وبذكراه عللوني فتقواه شعاري، وزملوا مطايا أعمالي حثيثة للجوار، وبالنفوس جودا بلا تلعث منكم ولا إذكاري، وأيقنوا بوصل الحبيب عند فيض الأدمع الغزاري. وهكذا انتهينا من تعليق على هذا الحديث، نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وبعدين حصلي على النبي بصلوات الأسماء الحسنى، صلاة الماجد وصلاة الواحد وصلاة الأحد. تركز حتى تفهم ما الفرق بين الواحدية وبين الأحدية، لأن كثير من الناس سألوني ما الفرق بين الواحدية وبين الفرق بين الأحدية، وفي كمان الفردانية في الأحدية والواحدية والفردانية. فالنهاردة نحاول نركز نشوف الفرق بين الأحدية والواحدية من خلال هذه الصيغة التي هي من صيغ الصلوات الأسماء الحسنى على خير البرية. اللهم يا ماجد فلا مجد إلا لك ومنك وبك، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الماجد وعلى آله. أمجد من خلقت ورزقت وهديت، فمجده مجدك وعزه عزك. صلاة نستمد بها مجدا من مجده ورفعة من رفعته وعزا من عزه. يا الله أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود الموفين بالعبود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم يا واحد فلا يتعدد، يا من تجليت في المظاهر فأينما تولوا فثم وجه الله، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين، وصليت عليه لتمده بمددك ويسع الأكوان بتجليات واحديتك، صلاة أعرفك بها في كل شؤوني وأراك بها أينما توليت، ولا أجهلك في شيء ولا أنشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الواحد. اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرابقات عزه وظهر بوحديته في صور تجلياته، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته، وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت وبها أليت، صلاة لا تحجبنا بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، ولا نعتمد إلا عليك ولا نستعين إلا بك ولا نعبد شيئا سواك مهما تعددت وتغشتنا أنوار تجليات وحدانيتك، فلا كثرة تحجبنا عن أحديتك ولا وحدة تحجبنا عن وحدانيتك. يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نرجو نكرة واضحة، الحمد لله، واللي ما واضحتش يكرر الصيغة دي كتير هتتطالع، مجرد تكررها كتير لا واضح خالص.